الخبيرات الخاويه. واش الخونه ولا السيد عدو البارح هو البارح في لوديتي ودابا عنده مؤتمر حتى هو مؤتمر حتى هو السيد في العداله والتنميه وطلع لنا للكرسي شد هو القياده شد هو القياده. ومني كنهضروا معهم الاخوان جلسوا معنا قال لك القطاع الخاص واخا 600 الخيرات يضربها في صوف الحيط ويرجع وسحب التعليم والجامعات بهذه اللهجه هذه. قالوا باننا ما نجلسوش مع الناس نتاع الطوبيسات الناس نتاع الطوبيسات حنا ما نجلسوش عليهم نمشيو نكريو المقر ديالنا بوحدنا ماشي صحاب التعليم ديال لا سي دي تي ماشي نتاع لا سي دي تي كنهضر على الناس اللي راهم دابا لداخل لا سي دي تي هما برا هما اللي الناس اللي لداخل الناس لا سي دي تي هما التعليم ديال العداله والتنميه اللي كاينين لداخل ماشي ديال لا سي دي تي حنايا اسمو صح صح و96 عندنا البطائق ومستعدين نجبدوهم ولا فرع واحد ولا فرع واحد اللي مايكل قطاع التعليم ولا فرع واحد اللي مايكل 96 قاموا بالتهيكل تاع جميع قطاع التعليم باش يدوزوا ناس للمؤتمر على حساب ناس اخرين باش يدوزوا. واش عندهم شي هاد الدوله عندها شي سلطات عندها شي حاجه اي حاجه مفبركه هنايا.